السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيفك يا اخي؟ هلا اخي. بتشرح لنا شو صار ليله امس 31/12/2014؟ مثل ما انا شايف يا اخي، صواريخ هرانه هاري على حي الوعر، كلها مدنيه وكلها عزل وكل هذا. مثل ما انا شايف، الله يهدي ان شاء الله، الله يلعن ابوه وامره. عرفت لي شلون اخي؟ يعني مثل ما انا شايف هرانه هاري بالصواريخ، صاروخ هون وقع البنايه كلها مليانه عالم، شهداء واصابات وجرحى وكلها. هرى العالم هرى، يعني هذا الحكي بصير عالم امبارح هن محتفين وعالم هون عم تموت، ارواح عم تطلع لها هلا من تحت الانقاض. هذا ما حكي، هذا حكي. ايمت بلش القصف طيب؟ بلش القصف اخي اثناء هذا الساعه 12، صارت الساعه 12 بلش القصف على الحي. ظل مستمر القصف لاذان الصبح على الحي اخي، وراحت عالم ليك لهلا في عالم تحت الانقاض عم يطالعوها. الله يهدك يا بشار، الله يهدك يا رب، الله يهدك. هذا حكي ما حرام، الارواح تحت الانقاض ما حرام، هني يحتفلوا العالم هون عم تموت في الحي هذا. نحن من ناشد الدول العربيه وغير العربيه انه يتدخلوا هذا في هالحي هذا ويخلصونا من هالنظام المجرم، لانه هذا النظام مجرم، هذا النظام عم يخسر شعبه اخي. عرفت علي شلون؟ والله يهدوا، الله يهدوا، الله يهدوا يا رب. الله يعطيك العافيه. الشباب جوا هلا عم تطالع من تحت الانقاض مثل ما انا شايفين يعني. لكن ما حرام بناي اربع طوابق تصير على الارض صاروخ، شو هالصواريخ اللي عم يضربها؟ شو عم يضرب على امريكا؟ هو العرس. والله يحمي هالبشر يا اخي هون، الله يحمي، الله يحمي هالبشر. الله يحميك يا اخي. الله حياك.